السلام عليكم متابعين قناتنا الثانية، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. طبعا اليوم جهز لكم مفاجأة، لا حد يطلع من فيديو بتندم، قسما بالله بتندم. يا اخوان مجهزين لكم مفاجأة بمناسبة الوصول لل 100,000، يعني ما حبينا يروح الامر عادي ولو نحن سيد الرعب يا زلمة. فانا مهند وعلاء تشاورنا بين بعضنا وقررنا نعمل هالشيء. طبعا المفاجأة هي اشترينا صندوق عشوائي، تواصلت مع نفس الشخص اللي وصل لي اخر صندوق. طبعا هذا اجى من ضمن تركيا يا جماعه الخير. مين سوى ما بعرف، عباره عن اشخاص كذا الى اخره. المهم اني حطيت تكلفته مبلغ كتير منيح، ما راح اذكره او ممكن اذكره على حسابي الانستغرام. روحوا كلكم تابعوني هنيك لالي واخوي علاء. مهند لسه ما سوينا له الانستغرام، ما بعرف ليش، انه شو عم بستنى، صارت له 1000 مره. المهم يا جماعه الخير راح نفتح هلا قدامكم ان شاء الله. قبل ما نفتح الصندوق، اذا ما انك مشترك في القناه اشترك وفعل زر الجرس على كل الاشعارات يا جماعه الخير عشان يصلكم كل شيء جديد. ان شاء الله الايام القادمه راح اسوي شغلات جدا حلوه وراح نروح لاماكن خطيره. طبعا المقاطع كلها مصوره، بس طبعا كل شيء له وقته يا جماعه الخير، لذلك اعطوني كمان لايك للفيديو وتعليق خير يعكس عن اخلاقكم الجميله. ما حنطول المقدمه كثير، ما هي كويسه الله الكل اللي بقول لي يا عدي بتطول المقدمه يا جماعه الخير. تمام يا جماعه الخير، راح نبدل هلا التصوير بحيث يبين على الطاوله الغراض، راح نطلعه من الصندوق. ف ليتس دو ات يا جماعه الخير. هذا المحروس طبعا هون محطوط العنوان، طبعا اكيد ما حنعرض لكم اياه لان العنوان ما اجى بطريقه نظاميه، جابوا ناس خاصين. اللي عنده اسئله، اللي عنده استفسارات، كلها باخذها من الانستغرام. يعني قسما بالله اخر فتره انصرعت من كثير الناس، بيجي واحد بيقول لي شو عم بتسوي الصوره مصغره؟ انه ار يو اوكي برو؟ يا زلمه نحن ب 2021 رايحين نصير، يا ابن الحلال طلع برامج مونتاج الساعه ما خلقت فيها، طل نزل لك كائنات فضائيه لغرفتي، لك فيني اطلع لك بوركان من غرفتي، وبتقول لي شو عم بتسوي؟ يعني رح يصصب علي هيك شغله؟ عندي ناس مختصين تسوي لها الامور يا جماعه الخير، رجاء رجاء يا اخوان. انا ما بعمل هيك عم تطلع من ايدي نار، عادي عباره عن صوره هي، في نقص انسان واضيف المكان لانه نفس مره ثانيه، فهمت علي كيف؟ لذلك ما حنطول كثير انا عليكم، خلينا نبلش. يلا يا رب. شعورك والله شعور ما بعرف، بس حاسس انه بلوي جديده، حاسس بلوي مصيبه جديده. يا شباب انا مشكلتي بتعرفوا انه ما بحرم شيء، يعني هلا يطلع لي مين كان يقول لي يقعد هيك رح يصير هيك رح يصير، بقول له عمرك معلم ما بنعيدها مره ثانيه. يا ريت يطلع في ورقه يا نصيب، ورقه يا ايش استفيد من ورقه يا نصيب؟ اصلا ما في ورقه يا نصيب بالعالم بتربح. ربحانه ربحانه، بس لفتين شاورما، لفتين شاورما يخرب بيتك. انا بعزمك على لفتين شاورما وخلي يعطوني لي الباقي. لا حبيبي طيب، بما اننا الشقه لازم نكون كلاس، لازم نكون راقيين، لازم ناكل بالشوكه يا زلمه، الرز اللبن، لازم ناكل اللبن بالشوكه. صار عندنا 100,000 سبسكرايبرز بلو، ايش بك 100,000 سبسكرايبرز، لازم اذا واحد مشاهير عمل لك فولو ما ترد له الفولو، تعمل حالك نفسيه طبعا اوف كورس. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه شيت من اولها يا جماعه الخير. ما بعرف يمكن كاتبه ولد او مين كان، بس مكتوب ديب ويب يعني، ومحطوط هل ابو قرون، بس قرون الثاني ما بعرف ليش مصغرينها شوي. على كل هن اتس اوكي يا شباب، بنفتح الصندوق. طبعا يا اخوان بدايته هيك وحده ورقه سوداء حاطين، يعني هو بالاخير دارك ويب، ديب ويب يعني الاسود، يعني له علاقه في الشيء، فعاد هي حطها هون هيك. طبعا هالمره ما لبست كفوف لاني ما عندي كفوف، بس ايش هالقرف يا جماعه الخير؟ شعر هذا شعر، شو هذا؟ شعر غنم عنز ولا هذا؟ كاني مو شعر انسان، ما اظن شعار انسان يا جماعه الخير، بس محطوط كميات كبيره محطوطه على فكره. الله موجود يا رجل موجود. باروكه ما يطلع تحت الراس، بس هي باروكه يعني ما بستخدموا هدول الباروكات يا جماعه الخير، لاحظوا شعر باروكه، ما بعرف اذا شعر طبيعي، شعر بشر لبالي وبالكم، ما بدي الفظ كلمات عم بهرروا على الاراضي. طبعا ما بدي اوسخ الدنيا، فالشغلات جبت الطاوله عشان نشيلهم ونتخلص منهم ونحطهم بمكان معين، لاني ما بنعرف شو بدكم فيه. بدنا لواحد اصلع، بس على النبي بدنا لواحد اصلع، فكر تطلع تكلفته شات فيه ما شاء الله، هدي كمية كبيرة كاميرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا طلبنا شو يا الله؟ راس بني ادم مثلا؟ ما بعرف يا عم، قلنا له ناقصنا الشعر، عن جد قرف العادي يا اخوان. طلع شو طلع يا جماعة الخير، لاحظوا هون، راقبوا معي هون، راقبوا هون، يعني كمية مثل العادي كبيرة، يعني كمية منيحة. لا تشموا له، اسمعش بشي هون مخلوعة نظيفين، والله ريحته طيبة غريبة، أول مرة بيطلع ضايفية. أول مرة بيطلع بصندوق ريحة طيبة يا جماعة الخير. واو يو كان ريلي دانس، رح نبدأ طبعا فيهم وحدة وحدة يا جماعة الخير، بس محتار فيهم. اليوم لو حمستنا أمانة برقبتك غليش فيهم. أوه ماي جاد، أوه ماي جاد، يعني هلا هذا الشعر تكلفته 0 دولار، هذا بتجيبه من أي واحد يا رجل.
بس هو النفاضة اه شكرا ولو مستخدم يا جماعة الخير بس ما في إنارة هون عندي. مهند ما عندك شي ضومون شغلنا اياه؟ طيب شغلي ضو الفلاش مشان بس الناس تشوف. طبعا هاي يا جماعة الخير ما اظن انه شي عبارة عن امر عادي يعني امر تافه. تمام شغلي بس هيك انا شغلي يا هيك مشان نعمل شوي اضاءة هيك على الفاضي. طيب اوكي مو مشكلة يا جماعة الخير. الشغلة طلع لهي عبارة عن لعبة اطفال يا جماعة الخير. طيب شوي عبارة عن لعبة اطفال انه ما في شي عجب عليها شغالة. خذ بطاريات الموز جربها. خلينا نجربها مره وصارت وصارت بلكي بنقدر نعوض يا جماعه الخير شوي من المبلغ اخبي له اياها. تمام طبعا هون الساعه مكسوره يا اخوان. من وين ساعه مكسوره؟ من وشها ماركه لا اين ماركه دودي حطوا ماركه. ساعه مكسوره يا رجل مكسوره وحيطين عباره عن ساعه عاديه يعني ما اظن انه فيها شيء معين. بس هناك جواتها مليانه ازاز على الارض. جواتها في ازاز مثل العاده. طيب اللي بعده حتى اللعبه ما شغاله والبطاريه اللعبه ما شغاله يا جماعه الخير. واو بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب ما يكون فيها شيء يا رب يا رب بجاء اسمك ما يكون فيها شيء. انا هدول ما راح استخدم بس والله هي مسبحة احتمال عيفة عندي يا اخوان صدقا بالله العظيم انه كويسة. لاحظوا كويسة مثل عادي يعني هيك شغل. لاحظوا معي نيت طلع شيء على القيمة ان شاء الله خير. انا قريش تعرف معناتها هلا حللت هذا اليوم الصندوق بعت لك يا شيخ زي مسبحة وضغط شعر. الصندوق بعت لي يا شيخ. والله ما اظن ما حدا بيشتغل هالشغله بكون شيخ يا جماعه. بس صدقا بالله انه المسبح حلو. ارجي والله حلو المسبح عن جد. طبعا الشغله اللي بعدها هذه ولا بيت هون يا جماعه الخير لازم تدوقوا منها يا قسما بالله ممكن يكون حاطين في قلبها شيء. ها يا اخوان رح اقرب عليكم شوي فتحناها رح انتبه يا جماعه الخير. مثل هيك بيت تبع لعبه في قلبه مكسور ومحطوط شعر وبالشعر فيه لقاطة يا جماعة الخير. لاحظوها لقاطة حديد ببرمحة. انا بقول ما نطلع يا شباب. لا 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 ما رح نفتحها والله بلا ما نفتحها. تكون بقلب شي شغلة بلا تكون بقلب حدين شي ما بتعرف جزء. لا خيو لا الله يوفق ما بتوقع. لا لا ما حنطلع حتى هذا الحديد يشيلها. لا حدا يشيلها على عم نبهكم ما حدا بشيلها ان شاء الله. من حطيتها هون بتبركوا تلعبوا لي فيها وتشيلوا الشعر وبتعرفوا انتم تشاماتكم. ها هاي حطيناها هون بس صدقا بالله انه حس انه هي فيها شيء يعني ما بعرف ليه لاني مكسورة من هون وفي شعر حاطين وبتعرفوا انتوا الامور ايش بيستخدموا اغلب الاحيان بيكون للسحر. فالله المستعان انا احتمال وديها عن شخص بفهم في الامور وخلي فك احتمال كمان ما يطلع فيها شيء. شوف تمام عيفة هون او ايش هي هيك شيء في سائل بيكون عطر في سائل تمام تحت عامل شغل تحت شغل ريحته سائل كانه ملون يا جماعه الخير. لاحظ هاي شلون بنفك هي من هون اسحبها لبرا لبرا ريحته مثل تبع دكاتير الاسنان. والله العظيم والله العظيم دكاتره ذاتا هيك ما بحب دكاتره الاسنان. اقشعر خذ لك شعقه اقشعر انا كمان. او ماي جاد يا علاء اللي فوق شو بسم الله الرحمن ولي ايش ها دم دم معقول دم هلا دم دلي والله العظيم شيء غريب بطلع ما بطلع ريحة الدم له ريحة الدم له الدم ما اظن له ريحة له بيرد مثل عادي طبعا الدم وعلى فكرة لما الدم بتخسر ببرد بصير هيك كمان شقف. تلاحظوا يا جماعة الخير رابوا معي بقى شوي شعري حكني مو هيك صبتوا قشعريرة لاحظوا يا جماعة الخير ديروا هنا الإضاءة شوي ديروا لعندي الإضاءة ديروا شوي لعندي أنا كتير عندي مصاير أيوة هيك كويس خليه. لاحظوا يا جماعة الخير خليها هيك الإضاءة مسكر ربطينه بي بي بقماشه مثل قماشه ربطينه. دم شو ريحته؟ ما بيشم ما بشم يا زلمه. شو بدك تشم ريحه الدم؟ شو اللي بقي مع الدم؟ قبل مره انا ما جربت شميته لحتى اعرف ريحته. امشي زلخ مثلا بس عن جد هذا غريب هذا اغرب شيء يمكن رح نلاقيه في قلب الصندوق. لا شيخي بعت لنا مسبحه وضقنك دم اخر شيء ليش؟ عن جد مخسر تقدير طلي الموس خذ لك كم سجين يا جماعة الخير صراحة ما بعرف بس الأمور كلها رح أبحث عنها ورح يعني رح أشوفها يعني مثل هذا البيت اللي هون وهي هدول التنتين ما حنعرفهم هيك يعني أنا رح أبحث عنهم ورح أعرف إنه شو هنن بالضبط ما رح نمشيها هيك بس يعني ما يعني أكيد أنا حتأكد منهم. في هي كمان طبعا ببدأ من فوق لتحت في هي
يمكن تبع التلوين بس فاضية، كمان لونه أسود. يعني إذا ملاحظين أغلب الأمور هتكون باللون الأسود. أوه هون عندنا بقى شغلات مدسمية يا شباب، قسما بالله شغلات مدسمية، والله العظيم مدسمية يا شباب. أكيد طلع أوب أوه جوز تليفون يا جماعة الخير، شرفة تليفون يا أخوان. أول شغلة تليفون كامل مبين عليه نظيف يا رجل قسما بالله. ليش نحاول نشغله؟ لا تقوله كون فاضي شحنه. طبعا ما بعرف يا اخوان التليفون ما اشتغل مع انه بيشتغل. كانت هات ببيعه قطع، الواحد ببيعه قطع، الواحد يحطه بالشحن. لاحظوا عم بضغط على المحل التشغيل ما عم بيشتغل، بس التليفون كتير نظيف يا رجل اقسم بالله نظيف العادة وجديد، يعني جديد يجيد فيه الكل. وقسم بالله مو شغال، لا احد يفكر بعم بضغط ميكن والله ما عم بيشتغل التليفون. مطفي انت ابي حطه على الشحن، اذا بنحطه على الشحن مش بلكي احتمال يشتغل بيطلع في قلبه شغلات واحتمال ما يشتغل. طبعا اي شيء بصير رح صور لكم اياه ويا اما رح اعرضه حسابي الانستغرام. يا جماعه الخير في مفاجاه ثانيه دينا، قسم بالله في مفاجاه ثانيه. مصاري مصاري لا مصاري شو هذول بيحطوا مصاري تليفون ثاني يا اخوان، والله العظيم تليفون ثاني. تليفونين صندوق كويس يا رجل، والله العظيم كويس بنبيعهم. انا مش هلعب بس ولا هدول ساعات تليفونات قديمه بس انه منيح هنا ماسكوا. رح احاول اشغله نضيف يا جماعه. يعني التليفون هون هيك ما بعرف، هون في شويه هذا يمكن ما بعرف فيه شيء او بس التليفون يعني انه مو مكسر ومفرفط وشاشته مكسوره. وانا ثلاث جهاز بس هذا ما بيشتغل، هذا بنفتحه هدول. هلا هداك من ورا ما بينفتح، ماله كفر من ورا. ما له بطارية، فاضي. ما له بطارية يا جماعة الخير. ما فيه كارت؟ فيه والله فيه كارت. فيه كارت؟ أقسم بالله العظيم فيه كارت. أهم. والله العظيم. والله العظيم كارت ذاكرة. فرج على صور الشيخ. دقيقة شوي، التليفون طبعًا هيك فاضي بس دقيقة شوف كم جيجا الكارت. يا جماعة بده يشوف صور الشيخ اللي بعتنا الأغراض. الكارت 2 جيجا بايت يا جماعة الخير. حطوا كل لايك للفيديو تاعو انستغرام. الكارت 2 جيجا بايت. طبعا هذا الكارت يا اخوان ما فينا نعرضه بالحلقة، الحلقه القادمه راح نعرض كامل ما لقيناه في الكارت، ما بنعرف شو بيطلع معنا. ايه بس الله ما فيني بدي حاضنه وكذا مشان ما يطول الفيديو كثير. يا اما بنقول بحساب الانستغرام روحوا لهنيك شوفوه، او يا اما بنعمل حلقه اذا لقينا شيء. تمام حطوا هون. هلا هون يمكن تمت هي الحبسه البلاستيك، ما بعرف شو هي لاستيكه، يمكن هي من الشعر هر. ايه بس هون تم مثل ايشاب خرقه الله يستر يا جماعه الخير، لان هي بالعاده الخرق ما بكونوا مناح فتحهم، بيكونوا رابطين فيهم شيء او سحر او ما شابه. محطوط كتابات. لا مرسوم مكتوب. محطوط كتابات يا جماعه الخير، طبعا الاشياء هيك شكله بس مكتوب عليه في نصه كتابات. بدك تعرف الاناره. ايش مكتوب؟ هون مكتوب ديب ويب، مكتوب ديب ويب جو تو هيل، جو تو هيل ومرسوم جمجمه، جو تو هيل يعني اذهب الى الجحيم يعني. لا والله العظيم، لحظه يا جماعه الخير رابوا معي. انت اذهب الى الجحيم ولا؟ ديب ويب مكتوب تحت جو تو هيل، جو تو هيل وجمجمه. ايه هون حاطين، هون حاطين رسمه وجه حزين بس تحته يا جماعه الخير انا هذا الشيء اللي انتبهت عليه هون محطين. طلع هلا الصندوق هون هيك صار فاضي، الصندوق صار فاضي تماما، راح احطه هون. هون يا جماعه الخير ما بعرف هدول بشوفهم اغلب الاحيان لما بفك سحر بشوفهم مكتوبين مثل طلاسم يا جماعه الخير، بقى ما بعرف اذا هن هيك ولا لا. على كل هم في اشخاص خبير راح اوديه، بس هون كمان مكتوب بالانجليزي يمكن كم شغله. دقيقة شوي هون. بلاك ميكس ميكس. دقيقة شوي يا جماعة الخير لاحظوا هون. انا لغتي يعني انا شاب، انا لا لا معدي علي هالكلمة، تعرفوني انا معدي علي هالكلمة. ايش كانت؟ والله العظيم بلاك ميكس، بلاك ميكس ميكس، والله العظيم معدي علي ميكس. يعني مو كبير يعني حجم ماكسيمو بلاك. عربي بالزرع نفهم، نفهم انجليزي والله نسيت قسما بالله. يا جماعه الخير رح لكم ترجعوا على الشاشه، والله ما عدي علي يا رجل والله ما عرفت. بس مكتوب تحت عدي الهندي، مكتوب تحت يا جماعه الخير اقسم بالله عدي الهندي والله العظيم. يا اخوان الواحد لازم يكون سعيد ولا حزين بهالمواقف، قولوا لي بسرعه. انا يمكن بدنا نتذكر مرسوم هون مثل شخوطه ما بعرف طلاسم الله يستر شو كانت. اقسم بالله كنت بتذكر الكلمه. حاسس اذا بنطلب صندوق ثلج وندفع لهم فيه هيك مبلغ هدول بده يعبدونا. لحظه يا جماعه الخير، اي شاب عباره عن عادي وتافه ما فيه اي شيء نهائيا، راعيفه هنيك. والصندوق يا جماعه الخير صار فارغ تماما بارضيه الصندوق، ما بعرف في هيك مثل قبعه وشغلات ما بعرف شو هن بالضبط.
اخوانا حبايبي لهونكم خلصت حلقتنا لليوم. عذروني يا شباب ما اقدر اكمل فيه تعبى مساحه الهاتف عم بصور فيه. يا جماعه الخير بالنسبه لكرت الذاكره وبالنسبه لهي اللعبه اللي طلعت لنا هون يا اخواننا رح نبحث عنه، اذا طلع شيء رح تلاقوه بالحلقه القادمه او يا اما اذا كان شيء عاد رح نعمله بحساب الانستغرام نعرضه كامل. فروحوا كلكم لهنيك تابعونا يا جماعه الخير. كان معكم اخوكم عادل هندي والشباب مهند وعلاء من سوريا. لا تنسونا دائما من خير دعاكم. اخيو بدكم شيء بتوصونا بشيء للقاء حطونا لايك وتعليق حلو. الى اللقاء.